يا سلام، واخيرا وصلت الغابة بالحقنة السحرية دي. انا لازم استعمل الحقنة بتاعت السحرية علشان اقدر اخطف حيوانات كتير صغيرة من الغابة دي واكبرهم وابيعهم برا الغابة التانية واروح ابيعهم في الغابة التانية. بس انا عاوز اي حيوان صغير اجرب عليه، لانه اول ما ياخد الحقنة دي يا سلام هينسى نفسه وينسى عيلته واقدر اخطفه بكل سهولة. الاول انا لازم اتحول لدكتور تطعيم علشان الاطفال تصدق ان دكتور تطعيم وان الحقنة دي تطعيمات ويرضوا ياخدوا الحقنة. ايوه يا سلام يا سكار على ذكائك، مفيش حد اذكى مني في الغابة. يا سيمبا اتفضل يا حبيبي الورقة دي وكل جيب كل الطلبات من السوبر ماركت النحيادي، ما تروحش السوبر ماركت البعيد وما تتأخرش ولا تروح هنا ولا هنا. حاضر يا ماما ما تقلقيش، انا هروح السوبر ماركت اللي القريب من بيتنا مش هروح بعيد. ماشي يا حبيبي يلا روح بسرعة ما تتأخرش. حاضر سلام. ايه ده في اسد صغير جاي عليا اهو. يا سلام على حظ الجميل، اما روح بقى عنده بقى واضحك عليه لحد ما ياخد الحقنة دي. استنى يا حبيبي انت اسمك ايه؟ انا اسمي سيمبا. هو انت دكتور ولا ايه؟ ايوه يا حبيبي انا دكتور التطعيمات، النهارده يوم التطعيمات للاطفال الحلوين اللي زيك وقلت اندهلك علشان اديك الحقنه. ازاي يعني النهارده يوم التطعيمات؟ ماما ما جابتليش سيره، يعني لو كان في النهارده تطعيمات كانت قالتلي. ما احنا يا حبيبي ما قلناش لحد ان النهارده في تطعيمات لان في فيروس جديد انتشر في الجو، واحنا قلنا نيجي كده فجأة علشان الاطفال ما تستخبش هنا ولا هنا وكده. هو انت شكلك كده بتخاف صح؟ انا لا 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 لا، مين قالك اني بخاف؟ بالعكس ده انا سيمبا القوي ما بخافش من اي حقنة ابدا، كل اصحابي بيخافوا وبيستخبوا الا انا. برافو عليك يا سيمبا بجد انت بطل خارق. يلا يا حبيبي بقى علشان اديك الحقنة انت اول واحد وتثبت لكل الحيوانات ان انت قوي ما بتخافش. حاضر حاضر يا دكتور بس بالراحة. ماشي يا حبيبي ما تخافش. بسم الله الرحمن الرحيم. اي 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 صعبة اوي يا ام يا دكتور، انا اول مرة اخد حقنة صعبة كده. يا حبيبي بقولك الفيروس الجديد ده شديد جدا، وكل ما الفيروس بيبقى اقوى الحقنة بتكون شديدة. ما تخافش يا حبيبي شوية وهتبقى كويس. ايوه الحقنة، الحقنة حلوة. لا حلوة يا دكتور انا عايزة اروح. يا حلاوة يا حلاوة، باين كده الحقنة عملت مفعولها وبدأ يتوه كده. بقولك ايه يا حبيبي انت اسمك ايه لان انا نسيت. انا اسمي ايه ده؟ انا اسمي يا دكتور انا مش فاكر. ايه ده هو انا بيتي فين يا دكتور؟ انا مش فاكر بيتي فين وماما وبابا، انا مش فاكر حد خالص. دكتور هو انت شايفني دكتور؟ انت ازاي بتقول لي يا دكتور؟ انت ابني يا حبيبي وانت اسمك سيمبو. بجد انا اسمي سيمبو صحيح، ده انا كنت ناسي خالص يا بابا، ده انا ما خدتش بالي. طيب يلا يا بابا عشان نروح لان انا حاسس اني ضيق قوي. ماشي يلا يا حبيبي بسرعه يلا يلا. حاضر حاضر، انت مستعجل كده ليه؟ ايه ده مش ده سيمبا؟ هو سيمبا ماشي مع مين كده؟ الاسد ده غريب قوي، انا اول مره اشوفه في الغابه، لحد يكون حرامي. انا لازم اروح اقول لخالته ام سيمبا اتاكد منها اذا كان سيمبا فعلا هناك ولا هو اللي ماشي مع الاسد ده. انا مش عارفه سيمبا ابني اتاخر كده ليه، انا قلت له ما تروحش السوبر ماركت البعيد وبرده ما بيسمعش الكلام، بس ماشي اما يجيلي. يا خالته ام سيمبا يا خالته ام سيمبا. نعم يا ميمون، سيمبا مش هنا زمان وجاي استناه. بجد يعني فعلا سيمبا اللي انا شفته يعني هو فعلا ابنك؟ الحقيقة يا خالته ام سيمبا انا شفته دلوقتي ماشي في الغابه مع اسد غريب جدا، وحسيت ان هو حرامي ومش مطمنه وقلت اجي اقول لك بسرعه. يا خبر ابيض، حرامي يا حبيبي يا ابني يا سيمبا؟ هو فين يا ميمون؟ تعالى بسرعه وريني راحوا فين. تعالي تعالي وانا اقول لك. اهم اهم يا خالته ام سيمبا ماشيين اهم، تعالى ما نلحقهم بسرعه. ومسكتك يا اسد يا حرامي، انت واخد ابني ورايح فين؟ انا واخد ابنك ورايح فين؟ ابنك مين يا حاجة انت؟ ده ابن انا واسمي سيمبو. ده انت بجح قوي كمان بتقول على ابني سيمبا اسمه سيمبو. تعالى يا سيمبا، انت روحت ازاي تمشي مع وراه كده مش عارف تجري منه؟ سيمبا انا ما اسميش سيمبا يا طنط، انا اسمي سيمبو.
وده بابايا. انتي مين؟ انا ما اعرفكيش، اول مرة اشوفك. بقولك ايه، هو قالك ان هو مش ابنك. يلا بقى خلينا نروح. بقولك ده ابني. ايوه يا عمو انت يا حرامي، ده سيمبا. انت سيمبا يا سيمبا، انا ميمون. انت مش فاكرني؟ ميمون مين؟ انا ما اعرفكمش خالص. يلا سيبوني بقى نروح. يلا يا بابا. يلا يا حبيبي. استنى يا سيمبا، بقولك انت ابني. يا خبر ابيض، دخلت ام سيمبا؟ معقوله ده مش سيمبا ابنك ولا ايه؟ ده مش فاكرنا خالص. مش عارفه بجد، انا محتاره. بقولك ايه، تعالى نرجع البيت، يمكن يكون ده شبهه، ويمكن الاله رجع. ماشي يلا بسرعه. يا سيمبا يا سيمبا يا سيمبا يا سيمبا، انت جيت ولا ليه؟ يا خبر ابيض، ده مرجعش يا ميمون. يبقى ده سيمبا ابني فعلا. طب هو ليه مش بينكر ان احنا هو يعرفنا؟ هو عمل له ايه؟ ازيك يا ام سيمبا، ازيك يا ميمون. ايه في ايه، انتوا واقفين قلقانين كده ليه؟ وامال فين سيمبا مش واقف معاكم؟ الحق الحق يا عم ابو سيمبا، انا شفت سيمبا دلوقتي ماشي في الغابه مع واحد اسد غريب، ولما رحنا علشان نجيبه بيقول ان هو ما يعرفناش. يا نهار ابيض، ابن سيمبا بينكر ان هو يعرفكم وماشي مع اسد غريب؟ هو فين؟ تعالوا وريني. طب ما راحوا فين؟ تعالى تعالى بسرعه وانا اقول لك. ايوه هم هناك اهم، اما نشوفهم رايحين فين. ماشي ماشي. ايه ده دخلوا الكهف ده؟ معنى كده ان ده بيت الاسد. تعالوا بسرعه اما نروح وراهم. بقول لك ايه يا سيمبو يا ابني، خليك هنا، ما تطلعش بره على ما اروح اجيب لك اكل ولحمه وحاجات كتير وبعدين ارجع لك. ماشي يا بابا، ما تتاخرش الا انا جعان قوي. سيمبا حبيبي يا ابني، انت ايه اللي جابك هنا؟ وليه انت ماشي مع الاسد الغريب ده؟ تعالى يلا يا حبيبي نروح البيت. واسمع الكلام، انت مين انت كمان؟ هو انت رحت جبت للشخص ده ليه؟ مش انا قلت لك ما اعرفكش؟ هو انت كمان جاي تقول انا اسمي سيمبا؟ انا اسمي سيمبا برضو. شفت يا ابو سيمبا، هو مش فاكرنا ازاي؟ هس هس، شكل كده للاسد جاي. خلينا نستخبى كده ونشوف هو بيعمل ايه. انا جيت يا حبيبي، جبت لك بقى حته لحمه، ححمه ارنب بقى تاكل صوابعك وراه. كل كده علشان تكبر. شكرا لك يا بابا. هم يام 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 يام. وكده بقى الولد الصغير اللي هو سيمبا ده ياكل بقى اللحمه ويكبر، وبيعه بقى بره الغابه. ما اروح اشوف كده اطفال كمان. يا خبر ابيض، هو اللي انا سمعته ده صح يا ابو سيمبا؟ معنى كده ان هو ده فعلا ابن سيمبا، وهو خطفه عشان يبيعه؟ شكله عمل له حاجه. ايوه احنا لازم نروح الشرطه دلوقتي علشان تيجي تقبض عليه. يا حضره الضابط، الحق في اسد غريب هنا في الغابه، وعلى حسب ما عرفت ان اسمه سكار وخاطف ابني سيمبا. حتى ابني مش فاكرنا خالص، وبينكر ان هو يعرفنا، وشو عاوز يبيعه بره. الله يخليك، تعالى انقذ ابني وابود على الحرامي ده. سكار ده، سكار ده ذكي جدا، وده من اخطر العصابات اللي في الغابة، وده ممكن بيخطف اطفال كتير. يلا بينا، ورونا مكاننا، وروني مكانه علشان اقبض عليه. يا خبر ابيض، ده صوت الشرطة. معقولة صوت الشرطة جاية هنا؟ بس هما ما يعرفوش مكان، يبقى مش جايين عندي. سلم نفسك يا سكار يا حرامي، انت خاطف الولد الصغير ده وبتدعي ان هو ابنك، واحنا عارفين اصلا انك حرامي وانك من اكبر العصابات. انا ما عملتش حاجة يا حضرة الضابط، وده اصلا ابني. انتوا ازاي بتقولوا ان انا خاطفه؟ ايوه انا ابنه سيمبا، وانتوا جايين بتضحكوا لازم تقبضوا على بابا. يلا امشوا من هنا. سلام عليكم، معلش اني اتاخرت عليكم. هو فين الولد الصغير ده اللي عاوزين نعالجه؟ هو الولد ده يا دكتوره لولو. يلا بسرعه كشيف عليه سيمبا. تعالى يا حبيبي يا حلو، اتفضل اشرب الدواء ده علشان تبقى قوي كده وبطل خارج. حاضر حاضر يا دكتوره. ايه ده؟ ماما بابا، هو احنا بنعمل ايه هنا في الكهف ده؟ ومين دول؟ مش ده الدكتور اللي عطالي الحانه التطعيم؟ هو في ايه؟ بجد شكرا ليكي يا دكتوره. دلوقتي يا شو يا حضره الضابط، عرفنا حقيقه سكار ده، وان هو بيدي لهم حقنه التطعيم على اساس حقن التطعيمات، وبيفقدوا الذاكره لحد ما يختفوا. يلا اقبض عليه. حاضر حاضر يا ابو سيمبا، ما تقلقش. يلا قدامي على السجن.